السلام عليكم طلبة الأعزاء، محاضرة لهذا اليوم الإعانات، وهي الصورة الثالثة من صور النفقات العامة. وقبل التطرق أو التكلم بموضوع عن الإعانات، لابد من استعراض سريع للمحاضرة السابقة. محاضرتنا السابقة تكلمنا عن موضوع النفقات العامة، وفي موضوع النفقات العامة أشرنا إلى رأي الاقتصاديين التقليديين والمحدثون بالنفقات. المفهوم التقليدي للنفقات هو صورة ضيقة جدا، حيث أن الدولة هي دولة حارسة ليس لها دور في النشاط الاقتصادي. الدولة هدفها تحقيق أمن ودفاع وبعض الأعمال العامة. أما رأي المحدثون اللي ظهر على أثر الأزمات الاقتصادية التي حصلت ومنها أزمة الكساد الكبير، فرأي الاقتصاديين وأبرزهم كينز لابد من تدخل الدولة من خلال سياستها المالية، وأشرنا أن سياسة الدولة المالية هي النفقات والضرائب، تفرض ضرائب أو تقلل نفقات. حنوضح هذا للمحاضرات الجاية. فمن خلال سياستها لابد من الدولة أن تتداخل لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية، ويكون لها دور بارز في النشاط الاقتصادي. وأشرنا إلى أيضا في محاضرة سابقة إلى النفقات العامة هي مبالغ نقدية تدفعها الدولة أو أحد هيئاتها العامة لتحقيق نفع عام. وضحنا لماذا لابد أن يكون مبلغ نقدي وليس عيني لتحقيق العدالة طبعا، وأيضا لتحقيق الرقابة من قبل السلطة التشريعية على أعمال السلطة التنفيذية أو الحكومة. وأشرنا إلى صور النفقات العامة واللي وضحناها بأربع صور، اللي هي الأجور والمرتبات، أثمان ومشتريات الدولة، الإعانات، وأقساط الدين العام. ووضحنا بالأجور والمرتبات اللي كانت تتضمن أربع أسس، اللي هي راتب رئيس الجمهورية، وقلنا إما يتحدد بقانون، وهذا من سلبياته إن ممكن يكون أداة ضغط من قبل البرلمان على رئيس الجمهورية في النقاط الخلافية اللي تكون بيناتهم، أو يحدد عند تولي المنصب ومن مساوئ إنه قد ما يواكب عفوا غلاء المعيشة، أو إنه طريقة ثالثة إنه يكون لمن يتولى المنصب يتحدد راتبه، بس ممكن يعدل بقانون في حال حصول تغييرات في مستويات المعيشة. والمشرع العراقي أخذ بالطريقة الأولى اللي هي يتحدد راتب رئيس الجمهورية بقانون. أما مكافآت ورواتب أعضاء البرلمان ممثلين الشعب، فقلنا تتحدد بطريقتين، أما بالدستور ضمن الوثيقة الدستورية، ومن مساوئها أنه هي ما تواكب غلاء المعيشة اللي ممكن يصير. أما الطريقة الثانية اللي هي تحدد راتب أو مكافآت أعضاء البرلمان بقانون، ومن مساوئها أنه ممكن يستغل البرلمان الصلاحيات الممنوحة إليه بإقرار رواتبه أو زيادتها قانون، لأن هو يمثل السلطة التشريعية وهو أعلى سلطة موجودة في البلد. نأتي إلى ثالثا اللي هي رواتب الموظفين اللي هم يمثلون العمود الفقري للدولة، وقلنا لابد من مراعاة مجموعة من النقاط في تحديد رواتب الموظفين، اللي هي تكاليف المعيشة، طبيعة العمل اللي يقوم به، رواتب الموظفين في القطاع الخاص، الرواتب اللي يحصل عليها أيضا الموظفين العاملين بالدول المجاورة على مود نتلافى هجرة الموظفين أو الكفاءات خارج الدولة، ولابد أن يكون هناك سلم رواتب للموظفين. مرتبات التقاعدية اللي هم أشخاص كانوا يعملون لدى الدولة، موظفين سابقين وأحيلوا إلى التقاعد، وسن التقاعد بالعراق اللي هو 65 سنة. نسبة الاستقطاعات حسب القانون هي 7%. هذه المبالغ إما تروح إلى صندوق تستثمر أمواله من قبل هيئة مشرفة لغرض تستثمر أمواله لغرض تمويل رواتب الموظفين، أو ممكن
من خلال انه هاي الاموال او هاي الاستقطاعات تذهب الى خزينة الدولة، وفي حال كإيرادات، وفي حال الموظف احيل الى التقاعد ممكن انه الدولة تصرف له الراتب التقاعدي بشكل صريح. نأتي الى مشتريات الصورة الثانية اللي هي مشتريات واثمان الدولة، مشترياتها من معدات وادوات ونفقات استثمارية. هنا الدولة السلطة التي تشرف على عملية الشراء هي إما سلطة مركزية أو لا مركزية. قلنا السلطة المركزية لما تكون عقود أشغال عامة أو مشاريع استثمارية فتكون سلطة مركزية. سلطة لا مركزية لما تكون معدات وأثاث وقرطاسية ممكن سلطة لا مركزية. أيضا الفقرة الثانية اللي هي كيفية الحصول على المشتريات، إما كيفية الحصول على المشتريات، إما موظفين لجنة مشتريات من قبل المؤسسة تقوم بعملية الشراء، أو من خلال الاتفاق مع مقاولين أو موردين يجهزون. وقلنا الاتفاق مع مقاول مورد يكون أفضل. في لماذا أفضل؟ لأنه في حال حصول أي خلل أو المنتج اللي مستوردة أو البضاعة غير مطابقة للمواصفات ممكن المؤسسة أو الشركة تعيدها إلى المورد أو المقاول. كيفية الحصول على المقاولين مناقصة أو ممارسة، إما مناقصة أو يقدمون عطاءاتهم وتكون مناقصة مفتوحة لكل المقاولين، أو الممارسة اللي هي الاتفاق مع مقاول واحد يتميز بكفاءته ليقوم بتوريد أو توفير احتياجات الشركة أو المؤسسة أو الهيئة العامة. هذه صورتين. الصورة الثالثة اللي هي الإعانات. الإعانات هي مبالغ نقدية. الإعانة مبلغ نقدي تقدم الدولة، مبلغ نقدي تدفع الدولة إلى مبلغ نقدي تدفع الدولة إلى أحد الفئات الاجتماعية أو الهيئات العامة أو الخاصة. يعني ممكن الدولة تقدم هذه الإعانة أو المبلغ إلى أشخاص داخل الدولة أو خارجها. والإعانات نوعين، إعانات دولية وإعانات داخلية. إعانات دولية تقدمها دولة إلى دولة أخرى، عفوا، في حال كان هناك فائض مالي لدى هذه الدولة، أو في حال إنه هذه الدولة تواكب توجهاتي السياسية فممكن أقدم لها إعانة دولية. الإعانات الداخلية بها أربع أنواع: إعانات إدارية واقتصادية اجتماعية سياسية. حنحاول توضيح كل فقرة من هذه الفقرات. إعانات إدارية هي مبالغ نقدية تقدمها الدولة أو أحد هيئاتها العامة. لمن تقدمها؟ تقدمها إلى مؤسسات من داخل إقليم الدولة. لماذا تقدم هذه الأموال الدولة إلى هذه الهيئات أو المؤسسات؟ إما لتغطية عجز مالي في موازنتها، الدولة تريد تساعد هذه المؤسسة لأن تقدم خدمات إلى المجتمع أو تلبي احتياجات المجتمع، فممكن أنا أساعدها في حال حصول عجز مالي أنه أقدم لها إعانة اللي هو مبلغ نقدي، أو لتلافي كوارث طبيعية أو أزمات حصلت إلها. إذن هذه النقطة الثانية. أو قد تستخدم هذه الإعانات لمراقبة كفاءة عمل هذه الهيئات. إذن ثلاث أسباب لتقديم الإعانات: إما لتغطية عجز مالي، أو لتلافي كوارث طبيعية أو حالة طوارئ حصلت لهذه الهيئة أو هذه المؤسسة أو هذه الشركة، أو تستخدم كأداة للرقابة من قبل الدولة. إعانات اقتصادية هي مبالغ نقدية تدفعها الدولة، ودائما الإعانة مبلغ تقدم الدولة بدون مقابل. لماذا تدفع الدولة تقدم إعانات اقتصادية إلى بعض المشروعات؟ قد تكون مشروعات عامة أو مشروعات خاصة. أما لتشجيع وحماية المنتج الوطني، مشروع يوفر يلبي احتياجات المجتمع على مود أحميه من منافسة
السلع الأجنبية أو البضائع الأجنبية ممكن أقدم له دعم مالي على مدة تقلل تكاليفه كإعانات التصدير التي يدفعها العراق لمؤسسة التصدير، أو قد تكون أيضا إعانات على مود أوفر بها سلع وخدمات للمواطنين اللي باحتياجات المواطنين. فلهذا أنا أقدم الإعانات الاقتصادية. إعانات اجتماعية، من اسمها إعانات اجتماعية، إذا أنا أقدمها إلى الأفراد العاطلين عن العمل أو محاربة البطالة، أو ممكن أقدمها لكبار السن دور الرعاية والعجز. فهذه الإعانات الاجتماعية. الإعانات السياسية تقدمها الدولة إلى منظمات أو مؤسسات هي داخل إقليم الدولة، بس ممكن تواكب توجه الدولة فتقدم لها هذه الإعانات. التقسيم الاقتصادي للنفقات العامة، إحنا من نقول تقسيم اقتصادي، إحنا النفقات ممكن تقسم حسب أثرها على الدخل القومي إلى نفقات حقيقية. نفقات حقيقية مبالغ تدفعها الدولة، مبالغ نقدية تدفعها الدولة لماذا؟ مقابلها إيش تحصل على السلع والخدمات ورؤوس الأموال اللي تحتاجها. أثمان مشترياتها هذه كلها نفقات حقيقية. والنفقات لدى الدولة هي نفقات جارية ونفقات استثمارية. النفقات الجارية اللي هي تلبية احتياجات الدولة من الرواتب، من الأجور، دفع رواتب موظفيها، هاي نفقات جارية. أما النفقات الاستثمارية هي اللي الدولة من خلالها تمول مشاريعها، إكمال مشاريع، تطوير مشاريع، إضافة خطوط إنتاج لمشاريع، هذه كلها نفقات استثمارية. أما النفقات باء اللي هي النفقات التحويلية، هاي ما يترتب عليها حصول الدولة على خدمات رؤوس الأموال أو على عوامل الإنتاج أو على سلع وبضائع، إنما هنا تقوم الدولة بتحويل جزء من الدخل القومي. هنا الدولة تسعى إلى تحقيق عدالة اجتماعية. الدولة كيف تسعى إلى تحقيق عدالة اجتماعية بين فئات المجتمع، بين أصحاب الدخول المرتفعة وأصحاب الدخول المنخفضة؟ الدولة من خلال سياستها المالية اللي احنا جينا ضرائب ونفقات، تقوم بفرض ضرائب تصاعدية ممكن على أصحاب الدخول المرتفعة. هذه الأموال اللي حتاخذها، أموال الضرائب اللي انفرضت على أصحاب الدخول المرتفعة، تعيد هذه الأموال ضخها لمن؟ لأصحاب الدخول القليلة أو الضعيفة أو الفئات محدودة الدخل من خلال تقديم إعانات. هنا إذا الدولة استخدمت سياستها المالية من خلال نفقاتها وضرائبها، فرض الضرائب على أصحاب الدخول المرتفعة وقدمت إعانات، أنفقت أموال لأصحاب الدخول المنخفضة بهدف تحقيق عدالة اجتماعية، بهدف مساعدة الطبقات المنخفضة الدخل أو المحدودة الدخل، تقدم لها إعانة لتحقيق عدالة اجتماعية. أيضا أكو تقسيمات أخرى للنفقات العامة اللي هي التقسيم الإداري أو الوظيفي، وحنحاول أنه نوضح كل فقرة من هذه الفقرات. الوظيفة الاقتصادية للدولة، إيش نقصد بالوظيفة الاقتصادية للدولة؟ إنه الدولة هنا تقدم خدمات عامة بهدف تحقيق هدف اقتصادي، من تقوم بإقامة مشاريع اللي هي الكهرباء، الاستثمارات، مشروع مثلا مشروع أدوية سامرة، هذه مشاريع هدفها تحقيق نفع عام للأفراد. ايضا الوظيفة الاجتماعية، هنا الدولة تقدم منح واعانات وممكن تساعد ذوي الدخل المحدود كما وضحنا سابقا. هذه قبل قليل هذا هدف اجتماعي او وظيفة اجتماعية تقوم بها الدولة. ايضا وظيفة ادارية اللي هي ادارة المرافق العامة، تحقيق الامن، دفع رواتب الموظفين، تشغيل العمال، توفير احتياجات الأفراد أصحاب الدخل المحدود، هذه أيضا وظيفة تقوم
بها الدولة لتلبية احتياجات المجتمع، وهذا وظيفة الدولة اللي هي وظيفة اجتماعية أيضا.